تنفست غزة السعداء بعد تهدئة تم التوصل إليها بين حركة الجهاد وإسرائيل برعاية مصرية، مستعيدة حياة توقفت 3 أيام بسبب العدوان الإسرائيلي الذي خلف عشرات الشهداء من بينهم 15 طفلا و4 نساء ومئات الإصابات بجروح مختلفة. هذا الاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار والدخول في تهدئة، وطبعا كان لحركة الجهاد الإسلامي شروط واضحة من خلال الوساطة المصرية ومن خلال ضمانات مكتوبة ترعاها مصر الشقيقة. الفلسطينيون في غزة عادوا إلى حياتهم المعتادة محاولين القيام بمعالجة آثار العدوان الذي طال أعدادا كبيرة من منازلهم وممتلكاتهم. جينا نشوف نطلع أغراض إذا لقينا حاجة، بس والله ما لقينا حاجة، يعني قلبوها الدار قلب، ما قدرناش نطول شيء على الفاضي. إلنا 3 سنين وأكثر، يمكن 3 حروب وإحنا نعاني كل مرة، يقصفوا البيت من شرق، يقصفوا بيت من غرب، يقصفوا بيت من شمال، وكل مرة يقولون احنا اخلوا، بس كل مرة يعني كنا نصاب بخوف كتير. اجينا هنا لقينا زي ما انت شايف الدمار هنا، يعني شفنا دارنا والشبابيك وكل اشي انكسر، والحمد لله على كل حال. من جهتها فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المعابر مع القطاع، وتم دخول شاحنات وقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم لتشغيل محطة الكهرباء، فيما زار وفد أممي القطاع عبر معبر بيت حانون للتأكد من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنص بنوده أيضا على متابعة ملف الأسرى وتخفيف إسرائيل للحصار عن غزة. كما بعد كل حرب وتصعيد تحاول غزة لملمة جراحها ومواصلة الحياة بعزيمة وصبر أبنائها الذين دائما ما يدفعون ثمن كرامتها من دمائهم. منى حلس، لتلفزيون سلطنة عمان، فلسطين.